إذن مؤشر مديري المشتريات الإماراتي في نوفمبر يسجل أدنى قراءة له في 10 أشهر ويتراجع إلى مستويات هي مستويات كانت الأعلى منذ الجائحة. لو نظرنا إلى أداء مؤشر مديري المشتريات التابع لأس أند بي جلوبال في شهر نوفمبر والمتعلق بالإمارات، سنشاهد أن القراءة عند مستوى 54.4 نقطة في مقابل 56.6 نقطة، وذلك في شهر نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. نعلم أنه القراءة ما دون 50 تعبر عن الانكماش، وما فوق 50 تعبر عن التوسع، ولكن هنا التوسع تباطأ أو النمو تباطأ خلال شهر نوفمبر، وسجل المؤشر أدنى قراءة له في 10 أشهر. لو نظرنا إلى الطلبات الجديدة وهي معيار من المعايير المهمة في مؤشر مديري المشتريات وتمثل الحجم الأكبر في مؤشر مديري المشتريات حوالي 30%، شهدنا تباطؤ في نمو الطلبات الجديدة لأدنى مستوى في 14 شهرا تحديدا منذ سبتمبر من عام 2021. طبعا تباطؤ الطلبيات الجديدة يأتي في خضم تباطؤ عالمي عموما في فكرة الطلبات أو معدل الطلب بشكل عام في القطاع الخاص غير النفطي. لو نظرنا أيضا إلى المشتريات بطبيعة الحال نظرا لضعف المبيعات وتباطؤ المبيعات، فإن المشتريات ارتفعت ولكن بأبطأ وتيرة في 3 أشهر بما يتوازى مع المبيعات ومع الطلبيات الجديدة. ولكن الملاحظ أنه تضخم تكاليف الإنتاج يواصل ارتفاعه الهامشي خلال شهر نوفمبر، ليستمر التباطؤ للشهر الثالث على التوالي، وذلك بداية من سبتمبر كان هناك تباطؤ ملحوظ في ارتفاع كلفة الإنتاج بشكل واضح في الإمارات، إضافة أيضا إلى أنه التوظيف زاد بشكل متواضع أيضا نتيجة الطلب المتواضع وكذلك ضعف المبيعات. ولكن على مستوى المستقبل، كيف ينظر المستثمرون وتنظر الشركات إلى مستقبل الاقتصاد في الإمارات تحديدا في القطاع الخاص غير النفطي؟ توقعات الإنتاج من قبل الشركات، التوقعات بالتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر في ظل ضعف المبيعات كما تحدثنا. أيضا توقعات الشركات هي التي تأتي في خضم أيضا الاقتصاد العالمي والتوقعات التي شهدنا إشارات كثيرة من قبل بنوك عالمية تتحدث عن أنه الاقتصاد العالمي مقبل في 2023 على ركود، وبالتالي شهدت توقعات الشركات ثاني أضعف مستوى لها في 15 شهرا. يبدو أنه النظرة المستقبلية بالنسبة للشركات بحسب S&P Global ليست مشرقة بشكل كبير، لا سيما في عام 2023، والإشارات التي تشير إلى ضعف الاقتصاد العالمي ومعدل الطلب في القطاع الخاص غير النفطي.